فترة من الضغوطات عاشها الشارع الكردي بسبب قرارات لم تكن بالحسبان خلال فترة تشكيل الحكومة العراقية، وأخرى لها علاقات اقتصادية من شأنها عودة توسيع الهوة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. طريقة التعامل بين الأطراف السياسية تحاول استثمار كل الأوراق المتاحة تحت يدها من أجل ليس إرغامه، إنما جعل الأطراف الأخرى تخضع لأوراق تفاوضية محددة، سواء التي تتعلق برئاسة الجمهورية أو اختيار شخص رئيس الوزراء أو الكابينة الحكومية أو البرنامج الحكومي القادم. لذلك نرى يعني الأطراف السياسية مرة تلوح باستخدام السلاح، ومرة تستخدم سلاح الفتاوى المحكمة الاتحادية بطريقة جديدة. الحوار والتركيز على ما يخدم الجوانب كافة هو ما يدعو إليه الجانب الكردي، والذي يعتبر المتضرر الوحيد جراء ممارسات الضغوطات تلك. معظم هذه الضغوطات ضغوطات خارجية عن طريق وكلاء داخلين في العراق، لذا على حكومة الإقليم أن تتعامل بمهنية، تتعامل بعقلانية وحكمة مع هذه الضغوط وتجاوز هذه المرحلة. ما أتصور أنه مثلا استمرار التحالف الثلاثي سيؤثر إيجابا على وضع العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتجاوز هذه المشكلات بشكل كبير. هذا وتؤكد حكومة إقليم كردستان امتعاضها من القرارات التي تعدها مسيسة والتي تتعارض مع الحقوق الدستورية لإقليم كردستان وشعبه. قرارات شبه يومية من مؤسسات الدولة الاتحادية يصفها إقليم كردستان بالبعيدة عن روح الفيدرالية، ستشكل بنظر المراقبين هوية الخلافات القادمة بين بغداد وأربيل في المرحلة المقبلة. هاجر عماد، وان نيوز، أربيل.